قبل أن نوزع الشهادات على الطلاب، أدعو مدير مدرستنا الأستاذ لوك إلى المنصة ليلقي كلمة الافتتاح. Bonjour, chers professeurs, chers parents, chers élèves, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui sur cette remise de diplôme 2008-2009. Bienvenue à vous. والآن سوف نقدم الهدايا للطلاب الذين نالوا درجات التفوق. بداية أدعو إلى المنصة الطالب الذي نال الدرجة الثالثة ب74 وهو مارت يلماز. بشكر الجميع. بابا وماما أنا بحبكم كتير. دور نهال. نالت الطالبة نهال زياكيل الدرجة الثانية بعلامة 84. مرسي. مرحبا، ما رح تكون كلمتي قصيرة مثل مارت. أول شي بدي أشكر كل معلميني، كل رفقاتي اللي شاركوني بكل شي، وبشكر أهلي اللي هلا واقفين جنبي بكل فخر مثل ما كانوا دائما. كمان بدي أشكر إنسانة استحقت هالجائزة مثلي تماما بالجهد والدعم والحب اللي قدمت لي إياه، مادموزيل لميس، شكرا لك على كل شي. طبعاً كل الشكر لبابا. بهدي هالجائزة لك ولماما يلي أنا مؤمنة إنها عم تراقبنا من السماء. بحبكم كلكم. مبروك حبيبتي، برافو عليكي. يلا يا مهند على دراستك. والدرجة الأولى لدليلة أورغون بعلامة 94. مبروك حبيبي، ألف مبروك. الله يبارك. بس يا ريت لو لقيت شريك رقص للحفلة. أعقد تحكوا قدامها إنكم ما رح تروحوا على الحفلة المساء؟ معلميني لرفقاتي الطلاب كل الشكر. إن شاء الله ما تزعل حرام. بابا حبيبي مبروك. أنا تخرجت. رفعتي رأسي. مبروك. حبيبتي ألف مبروك. شكرا. ألف مبروك. ورجيني. عقبال ما نشوف شهادتك إن شاء الله. هلا دور شهادة. مبروك. وبهالمناسبة بحب أعرفكم، مهند الشهادة، شهادة مهند. أيوة أكلناها هلا. عمو سليمان شفتني على المنصة. شفناكي يا روحي، مبروك، عقبال الأحسن. حبيبتي كتير فرحتينا وأنا كتير فخور فيكي. حبيبتي رنين ألف مبروك. وأنا بدي بارك لك عن ماما. تعرفي كانت حابة تجي بس ما قدرت لأنه تعبان شوي. بعرف، قالت لي الصبح. كان لازم تجي. ما بتحب الزحمة، شو تساوي؟ ايه؟ وهلأ شو بدنا نعمل؟ نهال حابة تروح على البيت فورا. مزبوط، بدي أحضر حالي مشان السهرة. لسه بكير حبيبتي. عندي شغل شعر ومكياج، ما بدي نطر شريكي بالرقص. وأنا كمان. ومع مين بدك تروحي على الحفلة؟ بدي روح مع طارق، من شوي طلع يجهز حاله. وأنا بدي روح مع هداك الشاب أبو النظارة اللي هلأ طالع من الباب. لا تنزعل فرحته حرام. يعني ما رح نروح نتغدى سوا؟ نهال مستعجلة، خلص نتغدى بعدين. بس قبل ما نروح على البيت حابة أزور ماما. تكرمي.
يلا نمشي. حبيبتي بتمنى لك هالسعيد بالحفلة. ما بدكم تروحوا معنا على البيت؟ مو هلا، عنا شغل كتير. مهند هرب تماما. نحن كمان لازم نروح على البيت، تعرفوا ما بقدر اتركه لفريده. ماشي منشوفكم بعدين. شكرا كتير لكم لانكم اجيتوا. نحن اللي لازم نتشكرك لانك عيشتينا هالسعادة يا بنتي، رفعتي راسنا. الله يحميها. أنا مشتاقة لك كتير، دائما فرحتي ما بتكمل، دائما بوقف بطلع على الماضي، على طفولتي، بلكي بشوفك هنيك، وكل مرة ما بقدر أتذكر شكل وشك إلا بصعوبة، أحيانا ما بحب حدا يضمني ويدفيني بحنانه غيرك، بدي إياكي تفهميني وتسمعيني، وأحكي لك اللي بيصير معي. من جهة متشوقة للمستقبل كتير، ومن جهة تانية خايفة كتير، ما بدي حدا غيرك يعرف أحلامي ومخاوفي. لهالسبب بخفي كل شي جواتي، انتي رح تبقي جوا قلبي. دعي لي ماما، نامي وانت مرتاحة لأنك معي دائما. Thank you.